أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم، بعد 7 أشهر على خلو كرسي رئاسة الجمهورية، وبعد 4 عقود منذ الحرب 75، وبعد 35 عاما على حروب التحرير والإلغاء في اتفاق الطائف، وبعد 15 عاما على تفاهم الدوحة، في لبنان اليوم وأكثر من أي وقت مضى هناك أوضاع شبه كاريكاتورية على كل المستويات، وإنما كاريكاتورية درامية مبكية، سواء من حيث المعيشة والاقتصاد أم من حيث الصلف السياسي والتعنت السياسي والنكد السياسي والحقد السياسي والترف السياسي، أم من حيث عفن السياقات المؤسساتية التي تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قدر المستطاع معالجة الأمور ووقف الانحدارات في معظم المفاصل المعيشية والمعنية بمسارات البلاد، ولا يبقى صامدا ومحبذا سوى طيبة معظم أو غالبية هذا الشعب اللبناني الذي لا حول له ولا إلا انتظار الفرج. وإذا كنا لسنا في وارد تفصيل أسباب واقع أنه أيضا غالبية المنتخبين يقترعون للقوى السياسية نفسها، إلا أن هناك سببا وجيها للرأفة التوصيفية للناس، وهو أنهم يحبون الحياة وكلمة طيبة يمكن أن تجمعهم. أما ما لا يعرفه الشعب اللبناني في شكل عام، وبالفعل ليس عليهم جميعا أن يدركوه بل على المسؤولين السياسيين إدراكه، هو التأثيرات الإقليمية وحتى الدولية وانعكاساتها على لبنان، لبنان الموسع تاريخيا، لبنان الصغير متصرفيا، لبنان الكبير حاليا. اليوم في الإقليم اتفاق سعودي إيراني برعاية الصين، محاولة أمريكية لتطويقه من بوابات السودان وأفغانستان، وحتى بافتعال صراع بين السعودية والإمارات في اليمن، إلى خطة استخدام الهند في مقابل المسار الاقتصادي للعملاق الصيني، وحتى في أوكرانيا وإلى تايوان وبحر الصين، حيث أي خطأ هناك يلهب الدنيا. هذه الأمور بشقائها المحلي والإقليمي نخوض بها مع الإعلام والصحافي والكاتب السياسي الأستاذ توفيق شومان، ونشير أيضا إلى حدث لافت تمثل اليوم بتحرير المواطن السعودي في لبنان الذي خطف قبل 48 ساعة. أهلا وسهلا أستاذ توفيق. تحياتي إليك وأهنئك على هذه المقدمة الجامعة المانعة أيضا. أستاذ توفيق، يعني نحن وياك بذات الخط وبذات اليوم، في امبارح كان البطريرك الراعي موجود بالفاتيكان، ومنها انتقل مساء أمس إلى فرنسا، بعد ساعة ونص أو ساعتين من الآن سوف ينعقد اللقاء الراعي ماكرون، من بعد ما كان كمان الفاتيكان من عشية العدد من المسؤولين اتصلوا بالدوائر الفرنسية وقالوا لهم حتى يشوف شو بدهم يعملوا بهاللقاء. برأيك شو راح يصير هلا بهالساعات؟ يعني أجدد التحية بداية إليك ولكل المشاهدين في لتلفزيون لبنان. يعني أعتقد بأنه الملف الرئاسي هو الملف الأساسي الذي يحمله غطة هو الحاضر الثالث، نعم، إلى يعني من الفاتيكان إلى باريس إلى فرنسا، وبالتالي محادثاته أيضا مع أمين سر الفاتيكان والمحادثات المرتقبة مع الدوائر الفرنسية وعلى رأسها أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون. أعتقد بأنه يعني يحمل الهم الرئاسي من منطلقين. المنطلق الأول مجموعة الأسماء التي قيل بأنه حملها معه إلى باريس وقد يطرحها أيضا على الرئيس ماكرون. المسألة الثانية أيضا معرفة الاتجاه الفرنسي الحقيقي وإلى أي حد يمكن أن يتبدل هذا الاتجاه من الدعم المعلن وغير المعلن للمرشح سليمان الفرنجي مع حفظ الألقاب إلى التوافق على مرشح آخر وفق ما تقتضيه بحسب البترك، يعني التوافقات بين الأحزاب الثلاثي، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر وحزب الكتائب. لكن أنا أعتقد بأنه يعني أن يأخذ البطريرك معه مجموعة من الأسماء. خلينا نقول للمشاهدين شو توزع بالصحافة، نحن ما عم نتبنى شيء. إبراهيم كنعان، زياد بارود، نعمي فريم، جهاد أزعور وقائد الجيش العماد جوزيف عون، هذه بجعبة البطريرك، هيك بتقول الصحافة، نحن ما بنتبنى. صحيح، نعم. بدون تبني، بس أنه على كل هذه المعلومات هي معلومات مسربة من مصادر، وأنا حقيقة يعني سألت أكثر من مصدرين، وكان حضرتك ذكرت 5، أنا اللي عرفت فيهم تقريبا، نعم. واحد زيادي، نعم، باعتبار انه حتى مساله قائد الجيش يعني العماد جوزيف عون، انه على المستوى الداخلي ما في حدا تقريبا حامل مشروع دفعه الى الترشح
كما هو الحال مع سلمان الفرنجية أو مع أطراف أخرى، لأن القوى السياسية ما بتحبز شيء مناقبي يعني. نعم، ولكن في مناخ إقليمي دولي أعتقد بأنه يحبذ أو يفضل دون أن يحمله بقوة أيضا نحو السدة الرئاسية. برجع لغبة البطريرك، أنا بتصور أيضا يعني نجاح أو فشل الزيارة، أو حتى ما أقول فشل، نجاح الزيارة مع ثلاث نقط على السطر أو لا، هذا مرتبط أيضا بالمدى الذي يمكن أن تتوصل إليه الفريق الثلاثي إلى انتخاب يعني إلى التبني مرشح واحد. لأنه اليوم كم ساعة بيقولوا أنه نعم، اليوم في معلومات تقول بأنه التيار الوطني الحر بالتحديد يعني قد يعلن تبنيه للمرشح جهاد الزعور. نعم، لكن أيضا بالوقت نفسه أنا أعتقد بأنه داخل التيار أدر هناك مشكلة، لأنه إذا اعتبرنا من ضمن الأسماء التي يحملها في حقيبته وفي جعبته غبة البترك اللي هو إبراهيم كنعان، اللي هو أحد الأعضاء واللي هو كتير كل الناس تقريبا نعم أفريقاء ما عنده مشكلة، هيدا بتصور هو يعني بفترة من الفترات ربما هو الذي أعاق تبني جهاد أزعور. جهاد أزعور لا أدري الآن عن الوزير جبران باسيلي إلى أي حد يمكن أن يذهب إلى تبني جهاد أزعور في حين أنه في عاصفة داخل الطيار. أنا عون سيمون أبي رامية، حتى أبو صعب كمان الياس أبو صعب ألين عون حضرتك كمان. نعم، لأنه الأموار مثل سيمون أبي رامية وألين عون وإبراهيم كنعان ممكن يكونوا مرشعين. صحيح، هلأ هؤلاء يطلق عليهم بأنهم النواب العصات. طب ما كان في عصات قبل نوفل بس ما بعرف يعني كمان كيف يمكن أن يتعاطى معهم الوزير جبران باسيل الآن، بس واضح تماما انه هناك يعني اشكاليه داخل التيار الوطني الحر، وخصوصا يعني بعد الى حد ما انه بعد انزياح حزب الطاشناق وبنوابه الثلاثه الى الثنائي او دعم مرشح سامي الفرنجي وايضا النائب محمد يحيى، الامر ذاته نحن صرنا امام اربع نواب وفي عندنا خمسة الآن اللي هن النواب العصات، يعني في عندك تسعة من الواحدة وعشرين اللي هن التكتل، في تسعة خارج تسعة تقريبا مضل في 12، لأنه كمان بالانتخابات النيابية السابقة كمان لحركة أمل أو لحزب الله كان لهم دور لأنه ينجح ست سبع نواب أو خمس نواب من الطيار، بس يعني عمليا يعني بحسب المعلومات المسردة أنه راح واضح يعني صارت هذه الإشكاليات أو التباينات داخل الطيار في 12 نائب يعني يمون عليهم الوزير جبران باسيل. هون كمان أنا بتصور أنه وقت اللي بيتخلص عدد النواب التكتل إلى 12 كمان تنتج مشكلة عند القوات اللبنانية، المشكلة نابعة من التالي، طيب نحن إذا عندنا 12 نائب بعد التوافق مع التيار الوطني الحر معنى ذلك أنه لا يمكن أن نصل إلى استجماع 65 صوت، يعني بعدهم 53. نعم، لحد هلأ. نعم صحيح، لحد هلأ يعتبر أنه جهاد أزعور بالبوينتاج اللي منه رسمي يعني بيقولوا أنه تقريبيا 53 وسليمان باك كمان يمكن 54 يعني هي تقريبا الأصوات متقاربة. نعم، بصرف النظر واحد أو اثنين أكثر أو أقل، بس إنه ال 65 صوت بعد ما حدا وصل لهم، ولكن قبل ال 65 صوت نيابي أيضا بدك تشوف إلى أي حد عم نحكي تقنيا كمان بالمسألة التقنية ولكنها دستورية أيضا. نعم، إنه إلى أي حد يعني يمكن أن يعني دعوة إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية تحصل على النصاب الدستوري اللي هو 86. نعم، نقل يعني على الرئيس بري اليوم إذا الأمور هيك وبعدها بين المناورة وبين التأكيد نقل عنه أنه ما في زوم يدعي ل صحيح، لأنه في عندنا 11 جلسة سابقة شبه كنا نشوف، فكمان أنه الجلسة 12 يسبقها الفشل، فبني الفشل وعدم انعقاد الجلسة أو عدم الدعوة لانعقاد الجلسة الأفضل عدم انعقاد الجلسة. يعني هذه هي أجواء عن التيم. نعم، استقطاع هون بالنسبة لموضوع التيار الوطني الحر يعول على فخامة الرئيس العماد ميشيل عون الذي بعده هو زعيم. نعم، التيار واللي بعده عم بيمارس كمان شبه صلاحية رئيس جمهورية، بيعول عليه أنه الناس العصات أنه ممكن اللحظة الأخيرة ممكن يمكن يعني هيك يعول. اليوم فرنسا برأيك عندما يعني إذا الفاتيكان اتصل بفرنسا وفرنسا عم بتشوف في ثلاث أحزاب بين مزدوجين هن التيار الوطن الحر والقوات اللبنانية والكتائب أنه بيمثلوا يمكن 60% من ما بعرف قد ايه، المهم هودي الكبار أنه ما بدهم رئيس تيار المرة لسلمة فرنجية، هل فرنسا سوف تستمر برأيك بتوقعك أو بتصورك بترشيح الرئيس سلمان فرنجية؟
يعني هو كمان الأمر بعتقد بتصور أنه يعني المرشح الوحيد الذي يحظى بقاعدة تأييد واضحة وثابتة سليمان الفرنسي. نعم. وحتى يعني عنده حيثية تاريخية عائلية مسيحية يعني. بينما الأطراف الأخرى اللي بمواجهة الثنائي ما في عندها مرشح لغاية الآن. هذا هو السؤال الفرنسي إنه دائما كانت حتى السفيرة الفرنسية بلبنان كانت دائما تسأل يعني مع من تلتقيهم من القوات أو الكتائب أو التيار. زائد أيضا يعني الأكثر من مبعوث فرنسي الذي جاء إلى بيروت وحتى كمان الشخصيات السياسية التي ذهبت ومن ضمنها الوزير جبران باسيل إلى باريس كان في سؤال أساسي وربما هو محور الأسئلة التي كانت تدور بين الشخصيات السياسية اللبنانية وبين الدوائر الفرنسية من هو مرشحكم؟ كان الجواب ما في حدا حتى هن الثلاثة بيقولوا هذا ظرفي وحتى بس نسخة سليمان الفرنجي. فإذا الفرنسيين ينطلقون من هذه المسألة إنه نحن أمامنا في مرشح ثابت في حين أنه بالطرف الآخر أو بالأطراف الأخرى ما في مرشح ثابت. لذلك أنه عندما يعني يعمل الفرنسيون على سليمان الفرنجية نعم أنه في عندي واحد شرفوا أنتوا في قاعدة قوية عملت الأمام بتصور أنه كمان أنه هذه يعني طبعا أنه في اتهام فرنسي أنه هي على القاعدة التاريخية الأم الحنون والآن تخلت عن أبنائها وما إلى ذلك. أنا بتصور أنه هذا يعني نوع من الإيديولوجيا الحنينية اللي ما إلى علاقة بالمصالح وما إلى علاقة أيضا بالواقع السياسي اللبناني. بس دائما بدي أعود كرر يعني قبل ما أوقف أنه دائما في سؤال عند الفرنسيين كان ولا زال منذ ما قبل ولاية انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون 31 تشرين الأول الماضي بأنه من هو مرشح الطرف الآخر. طيب أستاذ توفيق وقت اللي طرحوا الفرنسي بفترة بمرحلة أنه سليمان الفرنجي ورئيس الحكومة نواف سلام ويعني مثل شيء أنه إذا بالمنطقة في حدا بيمثل أكثر سليمان الفرنجي هالمحور نواف سلام لماذا لم تستطع فرنسا تسويق أو الارتكاز إلى هذه المعادلة وتسويقها أكثر وساعتها بتنحل القصة بينتخب سليمان الفرنجي رئيسا وبيجي نواف سلام رئيس حكومة هيك بتطمنوا المنطقة حتى بعدين استطرادا نسبة إلى الاتفاق اللي صار بالصين يعني السعودية إيران يعني بتصور أنه حتى لو لم يعني توقفت المساعي الفرنسية بهذا الاتجاه ولكن هذا المشروع بعده موجود مازال قائم. ولكن كان عندما طرح هذا الأمر كان هناك عائقين. العائق الأول كان موقف المملكة العربية السعودية الآن يعني أصبح في منطقة لا معارضة ولا تأييد. بالسابق لا أنه في موقف معارض لوصول المرشح سليمان الفرنجي. الآن السعوديون يقولون بأننا لن نخوض معركة ضد أحد ولن نخوض معركة أيضا مع أحد. نحن في منطقة وسطى وبالتالي أنه الذي يختار الرئيس اللبناني هم نواب مجلس هم نواب الأمة. هلا لكن أيضا هذا كان الموقف السعودي. نجي للموقف الداخلي كمان ما كان في ترحيب بهذا المشروع الفرنسي بهذه التركيبة لأنه كان الهدف من قبل الأحزاب ما بعرف إذا فينا نسمى الحلف الثلاثي بس بعد ما فينا نقول يعني استعادة لحلف 68 لا مش هيك لا حلف 68 كان في ثلاث رجالات بس استلاحا انتخبوا رئيس وقت اللي لقوا أنه ما صحيح بس استلاحا خلينا نستخدم هذا المصطلح كمان ما كان في موافقة يعني لا من التيار الوطني الحر ولا من القوات اللبنانية ولا من حزب الكتائب أيضا على قاعدة انه ما بدهن فرنجي ما بدهن سليمان الفرنجي هنا يعني بيقبل هون بنرجع للمقدمه اللي حضرتك قلت انه في يعني نوع من الكايد السياسي والنكد للاسف هذا برايك في توازي بين التحرك القطري مع وقف التنفيذ الان والتحرك السعودي والمصري شو عم يعمل هلا بالمبدا انت بتعرف انه يعني المناخ حتى ما اقول القرار المناخ المصري القطري السعودي بدون تنسيق في بينهم انه كان يفضل العماد وما زال اعتقد بانه يفضل العماد جوزيف مثل امريكا يعني مثل الولايات المتحده الامريكان ربما قد يكونوا اكثر الاطراف براغماتيه وبالتالي يعملون بالستر يعني مش بالعلن ولكن طلع اكثر من تصريح من اكثر من موقف اكثر من مسؤول امريكي بيقول انه بالاخير انه من يصل الى رئاسه الجمهوريه بلبنان نعم يتعامل معه
ونفس الشيء قالوا كمان من حوالي بالأسبوع الماضي حول حاكمية مصرف لبنان، طالما أن المؤسسات الدستورية اللبنانية أو الحكومية أو الرسمية هي التي تختار حاكم المصرف نحن نتعاطى معه. بس بتصور هذا كلام دبلوماسي يعني يقال بالعلن، لكن بالسر وبالتالي بالظلمة إذا بدك نستخدم هذا المصطلح أيضا، يعني بدون شك لهم مواقفهم التي لا يعلنون عنها. هلا إجابة على السؤال، في مناخ مصري قطري سعودي كان أنه تفضيل العماد جوزيف عون. هلا بالانسحاب السعودي من الموقف العلني صار بالوسط، صار بالوسط، يبقى الموقف القطري والموقف الموقف المصري، ولكن بالوقت نفسه ما في قوة دفع كبيرة تشبه قوة الدفع التي يلقاها المرشح السامي الفرنجي. لكن في ايضا يعني بنقدر نقول انه ربما بعض الاطراف بلبنان يعني تعمل على اسقاط سليماني فرنجيه واسقاط ايضا جهاد هيك ازعور، هيك الحاج محمد رعد، واسقاط جهاد ازعور ايضا للبحث عن مرشح ثالث. يعني كمان اليوم إنه اليوم هذا الجو اللي عم تحكي عنه عم يكتر، يعني عم يتعاظم انه الخطه هي إن اسقاط المرشحين والذهاب الى مرشح ثالث توافقي. بس انا برايي انه اذا كان الامر كذلك انه مش ضروري نخوض حروب سياسيه واعلاميه، يعني ما في طرف على الاقل، يعني انه الثنائي عندما اعلن ترشيحه لسليماني فرنجي لم يغلق الابواب، بس انه كمان بالوقت نفسه انه لن يتخلى عنه في منتصف الطريق، انه هو بيمشي فيه الى الاخر، ولكن اذا لم يستطع ايصاله لابد بالاخير من التوافق على يعني إيه من تبني اسم توافقي. بس انه لغايه الان انه لم يتم البحث بهذا الامر، يعني هو اللي عم بيصير بلبنان انه بالاعلام كله كل يعني الترشيح بالاعلام، وبالتالي ما في يعني اتصالات، ما في تواصل ولا في قنوات مفتوحه بين القوى الفاعله والمؤثري. هون خليني اقول شغلي، بانتخابات 1970 نعم. بتعرف انه صحيح انه المرشحين الاساسيين كانوا يعني الياس سركيس وسليماني فرنجيه الجد، بس كان في مرشحين اخرين من ضمنهم الشيخ بيير الجميل وريمون قدي. انسحب الشيخ بيير، انسحب ايضا الرئيس شامعون، لا ريمون قدي ضل الرئيس شامعون، فبيطلع لعنده غسان تويني بقول له انه بات فرنجي لهم دين في رقبتك، بقول له الرئيس شمعون وما هو هذا الدين؟ بقول له حميد فرنجي ب 52 انسحب لك، الان يجب ان انحنى الرئيس شمعون وقتها. فنعم يعني كان في رجالات يعني انه بيوصلوا لمحل لابد من تسويه، وقتها طلع بصوت كمال جنبلاط هلا ريمون قدي بقول هو صوته، ما هني صوتوا لفرنجي يعني ما هو الحلف الثلاثي احتكم الى فرنجي طبعا. فلذلك طلع لعنده مره ريمون قدي لا سليمان باي يرحم اثنين طبعا، نعم. فعم يطلب شغله، كان في مشروع على ما يبدو لمنطقه جبيل، نعم. فبيعرف ريمون قد انه هذا الموازنه اخذوها على صغرته، نعم. فبيفاتح الرئيس سليمان فرنجيه بالامر، بيقول له ما في فرق بين جبيل وبين صغرته فبيقول له انا جبتك يعني صوتي هو الذي، فيبدو انه ما توافقوا على الامر، قال له ما عاد تشوف وجهي وظهر ماشي الحال، نعم. بس حتى وقت بس كانت وقت اللي توصل الى مرحله الخط الاحمر يتراجع، بين بلوزان سليمان، نعم. بايك، نعم. فرنجيه أجل. نعم. وحتى وقت اللي حاكم مصرف لبنان كان يعني حتى بال 64 يعني بال 64 يعني اللي اعتبر خصوصا بالمرحله الاولى رئيس، نعم، المرحله الاولى هي امتداد للمرحله الرئيس شارل الحلو، امتداد لفوق وقت اجى الرئيس شارل الحلو، كمان كان في معارضه وتحديدا يعني من الرئيس كميل شمعون، كان في معارضه بس بالاخير انه مشوا فيه. حتى ب 58 من احنا اذا بنشوف اول حكومه تركبت برئاسه الرئيس رشيد كرامي، ما كان فيها ريمون قدي طبعا، وكان فيها ايضا الشيخ كان فيها النهج والعهد، وبعدين وقت اللي سقطت حكومه الاربعه اللي كانوا يسموها تركبت حكومه اخرى بتكليف ايضا مجددا مع الرئيس رشيد كرامي، كمان كان فيها شيخ وهون استطراد يعني الرئيس كميل شمعون بمال وفؤاد شاب بمال، اثنيناتهم عملوا دوله مع انهم اخصام يعني، صحيح اثنيناتهم عملوا لبنان المزدهر، وهي الفتره يعني يعني كان في رجالات بتعرف العصر الذهب للبنان، كان فترة الخمسينات وفترة السبعينات. طيب اليوم نحن بهالنقطة اللي وصلنا عليها شو بدنا بالتوصيفات؟ اليوم مكون الثنائي وأصدقائه وعيه يعني انتبهوا دغري للشيء اللي عم بيصير وطلعوا دغري
يعني وصلوا ما خلوها توصل على اخر الطريق بنص الطريق، قالوا عم يشتغلوا مناوره لاسقاط المرشحين حتى يطير سليمان الفرنجيه. انا برايي انه هذا الكلام ليس فقط يعني هو يعني انا بحسب يعني المعلومات اللي عندي انه الكلام مش موجه بشكل شخصي للجهاد أزعور طبعا، بس هو كمان يعني بطريقة غير مباشرة يعني يقال له أنه يعني أنه لابد أن تنتبه من أن يتم استخدامك كورقة للحرق في مرحلة معينة. انتبه لأنه برأيك؟ هلأ هو مش عم يحكي، بتعرف يعني هو إجا على بيروت لو حكي كان معني ما انتبه. هلأ هو على أي حال بقول أنه أنا حتى أولا أنا طرح اسمي ولم أطرح اسمي من الشحام. الشيء الثاني انه حتى بالزياره الاخيره اللي اجى فيها على بيروت واجتمع اجتمع مع الرئيس بري واجتمع مع الدكتور جعجع واجتمع مع اخرين، ربما الوحيد الذي لم يجتمع به هو الرئيس فؤاد السنوره حتى ما ينحسب انه تحدي هكذا. نعم. يعني نقول للمشاهد انه هو ما اجتمع مع الرئيس سنوره لانه اذا اجتمع معناته عم يقولوا له انه انت رئيس تحدي. هكذا نعم، هكذا فسر عدم اجتماعه مع الرئيس سنوره على الاقل بالعالم، بس هو الكل بيعرف انه هو صديقه للرئيس فؤاد السنوره. بس اللي بدي اقوله انه سئل يعني من انه او قيل له انه نحن على المستوى الشخصي عم بحكي كثنائي شيعي ما في او ثنائي وطني ما في شيء ضدك يعني، بس نحن انه مش مرتاحين لهذا الترشح لانه مش الهدف ايصالك، انك توصل رئيس الهدف جمهوري. ايصالك الهدف هو استخدامك، هذه هي قراءة وبتصور انه في شيء من هذا النوع. يعني حتى الكلام الذي قاله الدكتور سمير جعجع انه ورد عليه على كل انتخاب الوطني الحر بسيل انه انا لن اصدق انه ممكن يصير في تفاهم الا اذا شفت بعيني والورقه التي يمكن ان يكتب عليها الاسم بصندوق الاقتراع. يعني ما في نوايا اذا بدك حسني، على الاقل في شكوك. طيب هالمشهديه استاذ توفيق شومان هذه ما بتخليك تتوجس انه ما في انتخاب رئيس جمهوريه؟ صح يعني صحيح صحيح. وعلى كل كان موعد 15 حزيران موعد تحفيزي وكان اذا بدك جرس انذار انه كانت المعلومات التي سبقت اعلن الرئيس نبيه بري عن ذلك، كانت المعلومات تقول بانه القضاء الفرنسي سوف يصدر مذكره ملاحقه بحق حاكم مصري في لبنان، وبالتالي كان يعتبر الرئيس بري بانه هذا بده يكون فائله تداعيات على لبنان، وبالتالي تعالوا يعني نتوافق اولا على اسم البديل لرقاد سلامي، وبالتالي كيف يدار مصرف لبنان والمؤسسات التي تابعه لهم. كان بي يعني هو يفكر على شكل التحفيز وحظ. اذا صار في توافق على بديل لرقاد سلامي او كيفيه اداره مصرف لبنان كسلطه ماليه اولى بلبنان، هذا اذا صار في توافق قد يشكل عتبه او مدخلا للتوافق على رئاسه الجمهوريه، على رئيس الجمهوريه المقبل. يبدو مسار، يبدو مسار. لذلك انه عم نشوف نحن كل ما تقدمنا نحو 15 حزيران ما عم بيكون في عندنا معطيات حقيقيه، ما في ديناميه توصل. نعم، ما في عندنا معطيات ولا ديناميه على الاقل ترجح احتمال التوصل الى توافق حول رئيس جمهوريه. هلا اذا شلنا الخوف الدايم عند اللبنانيه انه ما في شيء بيصير الا من بعد حدث امني او من بعد تطور امني، يعني دائما هيدا بكل محطه يتملك صار حتى المواطن العادي بيقول هالشيء، وهذا انه ما فينا ننتخب، معناتها ما في انتخابات. بالنسبه لحاكم مصرف لبنان ما زال جينا على السيري، اذا من 4 تموز ل 30 تموز مفروض ينتخبوا او يعينوا برأيك اولا حيثية حاكم مصرف لبنان بهال 30-35 يوم اللي رح يجوا، كيف رح يكون وضعه كحاكم، وما هي النظرة اللبنانية لموضوع القضاء اللي عم بيحيط به؟ لانه في حدا بيقول لك انه بفضلوا يكون بلبنان لانه يمكن برا بيحكي كل شيء او هذا، او برا ما بنضمن امنه، ما بعرف يعني شيء من هالنوع. هلا ما له علاقه بالاحداث الامنيه طبعا، يعني انه الربط بين الاحداث التي كانت تسبق التسويات السياسيه وما كان يسبقها من احداث امنيه عم نحكي من بعض من الطائف لهلا يعني بيكون توقع في مكانه.
بس أنه أنا شخصيا مش شايف مثل هذه المحطات الذي يمكن أن تخيف اللبنانيين وترعبهم، رغم أنه الآن لبنان يعني يمر بوضع مأساوي جدا، والجيش فارض نفسه والقوى الأمنية ماشي، وفي في استهابة أيضا من القوى السياسية اللبنانية بتجاوز الخط الأحمر. يعني صحيح أنه عم بيكون في عنا جبهات مفتوحة سياسيا وإعلاميا، ولكن عم بتضل في مرحلة ما عم ينغمس. نعم، وهذا واضح، وصار في عدة محطات، يعني مثلا بخلدي كان ممكن، بالطيوني كمان كان ممكن، وأحداث أخرى أيضا متنقلة حدثت كان بهذه المحطات والمفاصل كان ممكن أن يغرق. حتى النزوح السوري رح نحكي عنه من بعد الفاصل، وحتى هذه كمان، فالقوى المستهيبة يعني، وبالتالي تتهيب الوضع حتى ما تروح بالضائع. فلذلك أنا مش مع من يقول يعني أنه ولا قد يكون هناك حدث أمني، بس كمان خليني أقول أنه الأحداث الأمنية الكبيرة، يعني على سبيل المثال مثل اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، يعني كان في مجموعة إذا بدك يعني من المصالح الإقليمية والدولية التي دفعت باقتياد الرئيس الشهيد. الآن من له مصلحة بدفع لبنان على سبيل المثال يعني نحو الغرق مجددا في بحور من الأزمات الدموية. طيب رح نحكي عن الجو المحيط ودوليا، هذا مش موجود. رح نحكي عن هذا الجزء بعد الفاصل، ولكن بموضوع رياض سلامي يعني في كتير تأويلات، وهذا وحدا مثلا نحن لا نعرفه ولا شيء، ولكن حدا بيقول لك هن إذا كانوا 10 أشخاص هو واسطة العقد، هو المهندس اللي طلبوا منه أنه يعمل كل هالشيء، كان فيه يعمل شغلة أنه يستقيل. طيب ما استقيل وقعد 30 سنة. أنا مع هذا. نعم، أنا شخصيا مع هذا، أنه حاكم مصرف لبنان هو مسؤول بدون شك. نعم، هو رئيس السلطة المالية، أعلى سلطة مالية بلبنان والحاكم، ولكن بالوقت نفسه أنه القرارات التي كانت تؤخذ مغطأ، لا يتحمل مسؤوليتها لوحده، هو من ضمن المنظومة ومن ضمن المتورطين أكيد، بس أنه هذا ما بيعني أنه بدك تدافع عنه، لا بس هو بدون شك مرتكب، بس هو ولكن أنه كمان من جهة أخرى تحويله إلى كبش محرقة وحيد، على الأقل أنه هذه مش عدالة يعني، بس هذا ما بيعني براءته طبعا، يعني كبشة محرقة ما أرى عم شخص، مش عم بعطي موقف، هو مرتكب ولكنه ليس لوحده. طيب إذا وصلنا ل 30 هي خلينا نقول شغلي بس حتى ايه؟ قبل ما أوقف، أنه الأزمة المالية والاقتصادية بلبنان وما يعرف بالانهيار، كيف يعني بمعادلة بسيطة، أنه الحكومة اللبنانية بدها مصاري، المصاري بتجيبه من مصرف لبنان، مصرف لبنان بده مصاري، منين بيجيبه؟ من المصارف، المصارف بدها مصاري، منين بتجيبه؟ من المودعين طبعا، والقرارات مغطاة، وكان يصرف من أموال، ولا مرة سئل أو تعرض للمساءلة، وكان يعني أموال المودعين يروحوا على المصارف، المصارف تعطي أموال المودعين لمصرف لبنان، مصرف لبنان يعطي أموال المودعين للحكومة، الحكومة تصرف أموال المودعين، هذه حتى أنه القضاء الأوروبي ما عم يحكي عن 170 مليار، لا 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 لا، عم يحكي عن 300-400 مليون، أنه عم بيجروا بطريقة، ما في عنا 100 مليار لأنه عم يشتغلوا فيهم برا. رح ناخذ فاصل إعلاني وندخل على موضوع النازحين، وبدنا ندخل على موضوع الإقليمي اللي حضرتك عندك بيع طويل فيه من الصين إلى اليمن. الله يخليك. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، أستاذ توفيق شومام رحب فيك مرة ثانية. تحياتي أيضا لإلك. كنا عم نحكي أنه البطريرك بالفاتيكان بفرنسا، كمان موضوع النزوح السوري أخذوا معه الفاتيكان. أكيد. النزوح السوري هيك أب كله بهونيك أسبوع من شهر، ورجع الناس فكرت انه راح يصير بمشكل، ومن وراء هالمشكل راح يحلوا على ظهر الناس، يعني يحلوا الامور على ظهر الشعب اللبناني والسوري. هل فعلا هناك هواجس وتوجسات فعليه يعني واقعيه بانه مع الوقت راح يصير في دمج النازحين مع المجتمع اللبناني؟ هلا الهواجس بدون شك موجوده، ولكن الدمج انه على المستوى السياسي بعتقد انه هذا يعني ما في طرف بلبنان بده اياه، لا اطلاقا اكيد يعني، هذا بدون 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 شك يعني، وبالتالي غير قابل للنقاش. لكن المشكله التي تواجهها القوى السياسيه اللبنانيه عدم القدره على التوصل الى قرار وطني موحد للتعامل مع هذه القضيه. طب هون للاسف معلش، بس هون مثل رئاسه الجمهوريه، مثل كل القضايا الكبيره، مثل كل القضايا الكبيره، يعني لا فينا نعمل حكومة، ولا تتذكر كل حكومة تشكل 9 أشهر و10 أشهر وأحيانا سنة وشوي. طيب
لا فينا ننتخب رئيس جمهورية ولا منا نعقد كمان اجتماعات لمجلس الوزراء ومنختلف على ضيق الأعمال أو وسع الأعمال ولا منا نعمل جلسة لمجلس النواب ولا إلى آخره. يعني حتى إذا في شيء ما بيخلوا كل شيء هو لأنه عم بيقول لك أنت عم بيقول أيضا أنه بحزيران إذا لم تعقد جلسة لمجلس النواب ما في معاشات ما في بالضبط ما في معاشات للقطاع العام. فنحن شاطرين وماهرين بالتعطيل يعني بالمشي على رؤوس القنابل. حلو. هذه كان لذلك علي عبد الله الصالح نعم. باليمن كان رؤوس الثعابين. نحن وين في قنب اللي بندعس عليها حدا تنفجر فينا؟ واحدة من النازحين السوريين. من 2011 لغاية الآن لم يتفق اللبنانيون أو لنقل القوى السياسية اللبنانية حتى ابعد الشعب اللبناني عن توجيه أصابع الاتهام لإله. نعم. ما اتفقت القوى السياسية اللبنانية على كيفية التعاطي مع الأزمة السورية أولا وبالتالي مع التداعيات التي نتجت عن هذه الأزمة. وبالتالي يعني كل واحد فريق بده يقطفها يعني قصده هو ولا كيف بده يستثمر الأزمة بسوريا لصالحه. بس طلع بالأخير أن كرة النار أكلت الجميع وبالتالي اقتربت من حرق الجميع. طيب الآن في عنا مشكلة الكل يتكلم عنها، ما في طرف سياسي بلبنان ليتكلم عن مشكلة النازحين السوريين على كل المستويات تبدأ من الأمن وانتهاء بالديموغرافيا والبنى التحتية كل شيء من الأمن إلى هذا. طيب كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ كل طرف يعني يستخدم معايير أخلاقية باتهام الطرف الآخر بأنه هو السبب. طيب هذا بصرف النظر عن من يتحمل مسؤولية أو نسبة أكبر من المسؤولية. فعنا إشكالية كتير كبيرة وهي مشكلة النازحين السوريين. البعض بيقول مليونين، الواحد بيقول مليون ونص. شو خي مليون روح. بس أنه حتى لو كان مليون بالنسبة لعدد سكان لبنان أنه رقم هذا مش سهل. طيب فعنا إشكالية شرف نقعد على هذه الطاولة المستديرة وبالتالي نبحث في كيفية حل هذه الإشكالية. لا، نطلع على وسائل الإعلام نشتم بعضنا ويحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤوليته وتبقى المشكلة وتزداد. طب لا ما بألفه هذه واحدة. اثنين يعني أفضل من تعامل مع هذه الأزمة هو رجب طيب أردوغان. نعم. عندما كان يفتح قنوات البحر للنازحين السوريين بالذهاب نحو أوروبا، فكان يخيرهم إنه بين بتدعموا هؤلاء النازحين، الدولة التركية مش مستعدة هي تدعم. أو نبعتهم لعندكم. 7 مليارات دولار قدر حصل. هلأ في ظل غياب القرار الوطني اللبناني طبعا هذه الأزمة بدها تستمر، بده ينجم عنها تداعيات وكوارث أيضا. الشيء الآخر بدون شك في هناك دفع من المنظمة الدولية ومن القوى الدولية يعني عندما تبقي على تمويلها للنازحين تقول لهم أنه عقلكم بلبنان بالضبط استمروا في لبنان. وأكثر من ذلك هي تحذرهم أيضا أو تحذر الكثير منهم من أنه الذهاب إلى بلادهم وإلى ديارهم عودة غير آمنة. طيب استاذ توفيق، اليوم إذا في سين بلشت شوي سعودية سورية بلبنان، ليه ما بألفوا وفد يا خي وزاري حكومي أمني اجتماعي بألفوا وبيروحوا عند اللي هو عم يتعاملوا معه الدول برا عند بشار الأسد رئيس الحكومة؟ بعد مش متوافقين لغاية هلا في كلام إنه باليوم الأربعاء يمكن سبعة في اجتماع في نعم وفي وفد رسمي لبناني قد يذهب إلى دمشق بعد القمة العربية على كل اللي انعقدت بجدة بناخذ رايك فيه. كان هناك في كلام يعني طبعا انه صار في مصافحه بين الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس بشار الاسد، وقيل انذاك او سرب معلومات بانه الرئيس نجيب ميقاتي قد يذهب على راس وفد وزاري الى دمشق. لم يحدث مثل هذا الامر، بس انا اللي بعرفه انه السوريين ايضا قالوا له انه اهلا وسهلا فيك حرفيا، بس انه لم يتم تحديد موعد. ما بعرف من يتحمل المسؤولية أو إذا كان هناك فعلا ذلك. هي لها عناصر عدة كمان بدون يستثمر بدها تكون يعني السوريون بدها تكون ناضجة من الطرفين. من الطرفين بس بالأخير في مكان ما بدك تبلش يعني في نقطة انطلاق. نقطة الانطلاق لغاية الآن مش متوافرة لا على المستوى الوزاري اللبناني ولا على المستوى السياسي اللبناني ولا التمويلي منتظر من السعودية. أنا برأيي هلا كمان بحكي عن صندوق يحكى عنه. نعم. بالنسبة للسعودية، بس إنه كمان إنه أي خطوة لبنانية باتجاه معالجة ملف النازحين السوريين واجب. إذا لم يكن وراها قرار وطني لبناني موحد ما فيك تعمل. يعني شو بعد بدهم أكثر مليون ونص أو مليون؟ ما هو كل شيء. أنا لذلك قلت لك إنه نحن ماشيين على رؤوس قنابل منفجر القنابل وآخر شيء منصرخ إنه كيف انفجرت القنبلة من ضمنها
النازحين السوريين. بنجي للقمة العربية. نعم. حول القمة العربية اللي حصلت بعد شهرين وعشرة أيام من اتفاق الصيني السعودي الإيراني برعاية الصين ببكين. ما هو تقويمك لجو القمة شكلا ومضمونا هلا ونحن شو بنستفيد؟ نعم منها؟ نعم انا بتصور انه يعني هذه القمه يمكن ادراجها في احدى او في قائمه اهم القمم العربيه منذ يعني القمه بيروت انشاص هلا انشاص الجامعه 46 العربية. قبل قيام الاسرائيلي 56 56 في 56 صار في قمه بلبنان ببيروت هذه نعم. صارت بس هلا هو الجامعه العربيه تعتبر القمه الاولى هي قمه بيروت 56 التي جاءت بعد العدوان الثلاثي طبعا كانت ايام عهد الرئيس شمون نعم بال 56 وفي قمه لقاءات الخرطوم ايضا اللي اجت بعد حرب 5 حزيران 1967 لا للتطبيع اهميه هذه القمه لا للتطبيع ولا للاعتراف لا صلح التفاوض الاعتراف هذه القمه بدون شك في قمم مهمه طبعا. بس انا عم بحكي عن محطه من اهم الثلاث محطات على بمستوى تاريخ جميع الدول العربيه اول شيء يعني محاوله جمع الشمل العربي لم الشمل الشيء الثاني جاءت في أجواء مصالحة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضا يعني السعودية تطبع علاقاتها مع إيران السعودية تطبع علاقاتها مع تركيا السعودية تطبع علاقاتها مع سوريا السعودية تطبع علاقاتها أيضا مع قطر وكل هذه أعتقد اجتمعت بهذه القمة الشيء الثاني كمان حتى شوف يعني حتى نكمل المشهد كمان العلاقات المصرية التركية ذاهبة باتجاه التصويب العلاقات أيضا السورية العربية ذاهبة أيضا باتجاه التصويب يعني حتى عندما قيل بأنه الموقف القطري موقف معارض لعودة جامعة الدول العربية هذا الحكي كان يحكى أو حكي في قمة الجزائر وفضل ما يلقي قمة أمير قطر يعني وقال نحن لن نعارض الإجماع يعني هذه موافقة بالنتيجة فكل هذه الأجواء أعتقد أنه تصب في صالح القمة العربية وخلقت وعم تلاحظ حتى بالشارع الإنسان العادي يعني عم شوف عنده نوع من الارتياح ما بعد القمة هلأ بيجي الجوهر السؤال لبنان. النازحين السوري نعم. هلأ طبعا بيان القمة بالنقطة الخامسة ورد لبنان والدعوة إلى أو بالبند الخامس الدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية نعم. وإصلاحات وإلى آخره كلام عام ولكن هناك معلومات تقول بأنه المملكة العربية السعودية ودول الخليج بس على رأسها المملكة العربية نعم السعودية أكيد. أنه هي على استعداد لتكوين صندوق مالي لمعالجة قضية النازحين السوريين هذا شق كتير مهم ليس فقط بلبنان بل بالأردن وبتركيا أيضا ولكن هذا مرتبط بمجموعة من المعايير المعيار الأول كيف يمكن إذا بدنا نحكي بالشأن السوري. اللبناني نعم. كيف يتعاطى لبنان الموحد مع هذه القضية هي أول نقطة هذه النقطة النقطة الثانية أيضا كيف يمكن أن تتعاطى سوريا أيضا مع هذا مع الموقف وهذا متروك إذا بدك لتوسيع عملية التطبيع بين سوريا بين دمشق وبين الرياض نعم. عم نحكي عن المستوى اللبناني هون بيدخل السياسي بيدخل الدستور السوري فيه حتى لا ما له علاقة بالدستور يعني بالدستور ما له علاقة بالمصالحة بس إنه السعوديين هلأ بيقولوا له نحن مستعدون لتمويل عودة النازحين من خلال ورشة إعادة إعمار يعني واسعة عنصر إعادة الإعمار بيأثر بهذا الموضوع صحيح لأنه كمان إنه هم مضطرين يتكلم يعني مضطر السعودي يعني يتكلم بهذه الطريقة لأنه كمان المنظمات الدولية تقول إنه عدا عن المسألة الأمنية البنى التحتية غير موجودة ونحن حتى نقولها بالعربي المشبرح إنه غالبية النازحين هن من السنة نعم. غالبيتهم مش كله بدون يرجعوا على مناطق مدمرة صحيح فمن هون المملكة العربية السعودية عندما يعني سربت معلومات عن استعدادها لإنشاء أو لتكوين صندوق مالي بالنازحين السوريين شيء له علاقة أيضا بتطبيع العلاقات على أبواب يعني بفتح مصاريع العلاقات أبواب يعني أبواب على الآخر بين دمشق وهيك سوريا بتستفيد
وحتى نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله بأنه أنا من كل عمليات الانفتاح التي جرت الآن أو سوف تجري بالمستقبل يهمني العلاقات السورية السعودية. يعني في رهان سوري، يعني في نيات أنه يعمل بدون شك، بس أنه هذه بحاجة كمان أنه حتى ما يكون مستعجلين، بس هذه بحاجة أيضا إلى آليات معينة من أجل دفع هذه الآليات من المستوى النظري إلى المستوى العملي. بس أنا لو سألتني شخصيا أنه إذا كنت أنظر إلى ما بعد القمة بشكل سريع، أكيد أكيد بارتياح، بس دون أن يعني ذلك أنه ما في عقبات، دون أن يعني ذلك ما في ملفات شائكة. بس نحن عم نحكي عن أزمات صار عمرها 10 و11 و12 و13 سنة، نحن بعصر السرعة 11 نعم. سنة يعني ما فينا بشهر وبشهرين ننهي كل هذه الأمور. نعم. طيب بتحديدا يمكن نحن ما قلنا حق بالتدخل بالشأن السوري، لكن تحديدا في وجهتين نظر بتقول الرئيس بشار الأسد اللي هو هلأ عم يتعاطوا معه كل الدول اللي بتحبه ولا ما بتحبه، نعم، هو رئيس الحكم السوري. برأيك هو ذاته الحكم السوري اليوم اللي كان قبل 12 سنة، أو في شيء تغير، أو ممكن كمان الرئيس بشار الأسد يعطي المعارضة شيء؟ يعني بتصور نعم أنه واحد من الطلبات الخليجية يعني تطعيم النظام السياسي بسوريا بشخصيات معارضة ولكنها لم تشترك في الدم وبالتالي بالمعارك. بس بتصور انه هذه حتى كانت مطروحة يعني بال 2011 2012، ولكن تدافع الأزمة السورية إذا هذا النوع من العسكرة ومن الدموية أطاح بكل المشاريع. انا بعرف انه كان في كثير يعني مفاوضات لم يعلن عنها بالجهارا يعني، بس كان الميدان هو الذي يحدد كل الاتجاهات السياسية دخل كذا ويغتال اي محاولة تسوية. بتصور انا انه يعني بسوريا كان على مستوى الرئيس الأسد أو على مستوى النظام بصورة عامة ما عنده مانع بهذا الموضوع، لأنه كان مطروح لأنه هذا كان مطروح بال 2011 و2012 و2013، بس بدون شك بده وقت كمان بينسحب على حجم التعاون مع إيران ووجودها. أكيد. اليوم نحن يعني في إشياء بتبقى بتطلع على الإعلام تباعا، ومن بعد الاتفاق لرعيته الصين يظهر أنه في محاولة هيك ناعم، ولكن بذات الوقت كتير سلبي، عم يحاولوا يطوقوا كان وقت فتحت السودان المعارك بالسودان، أو هلأ يحكى باليمن أنه حتى باليمن عم بيكون في مشكل إماراتي سعودي، وأنه يمكن إذا استفحل ينفصل الجنوب عن الشمال، يعني كمان تطويق لل صحيح. يعني الملف اليمني مش ملف واحد، الملف اليمني ملف إقليمي سعودي إيراني وملفات داخلية وملفات داخلية ست، يعني هاي ملفات الست. يعني إشكاليات الجنوب والشمال بتعرف هي مطروحة منذ الستينات نعم، وحتى يعني وقت اللي استقل انسحبوا البريطانيون نعم. من اليمن الجنوبي بال 67 وأنشئت دولة الجنوب كانت هذه المسألة مطروحة، وظلت محاولات الوحدة أو عدم الوحدة بين الشمال وبين الجنوب مطروحة لسنة 1990، يعني علي ناصر محمد وعلي عبد الله الصالح بال 94 الجنوبيين سعوا إلى الانفصال مرة أخرى ونشأت الحرب المعروفة. هلا جاءت الأحداث بعد العام 2010، دخل عنصر ثالث اللي هو الحوثيين. نعم الحوثيين، وفي عندك يعني في عندك الشمال والجنوب. وفي عندك الوسط وفي عندك الجنوب وفي عندك ايضا يعني هن ستة يعني نعم. او خمسة او ستة ست هن حكيوا عن ست اقاليم نعم. بس انه انت كيف تتعاطى مع ملف تعز بالشمال ولا بالجنوب ولا نعم. بالوسط؟ طيب انه في اصوات الان ايضا تخرج من حدر موت ومن عدن ايضا انه حدر موت لها تاريخ نعم تاريخ عريق، وبالتالي انه هذا يجب ان تكون كمان انه اما اقليم اما جمهورية اما الى اخره. هو على المستوى الداخلي، تيجي على المستوى الخارجي حيد الملف السعودي الإيراني، بس ما في الإمارات أيضا تحديدا ميناء عدم سقطرة و صحيح. وفوق ذلك أنت فيك تضيف أيضا، ما إحنا عم نحكي أنه على اليمن يعني واقع على البحر الأحمر، عند عين على جزيرتين يمكن نعم جزيرة حنيش بالتحديد نعم. هذه كمان اندلعت إذا بدك يعني أحداث طويلة عريضة حولها أيضا بالتسعينات، بس أنه كمان مجرد وقوع اليمن على البحر يعني
يعني شو هاليمن؟ نعم، يعني أنت عم تحكي عن أمن قومي لمصر، عم تحكي عن أمن وعين قومي إسرائيلية عليه، أحسن أريتريا والسودان وأخيرا إسرائيل. فإذا أنه صحيح أنه المصالحة السعودية الإيرانية تريح الأجواء، ولكنها مش لوحدها أيضا التي يمكن أن تدفع اليمن نحو إيجاد حل دائم ومستديم. صحيح أنه أهم ملف إقليمي تم تسويته، بس كمان العقد الداخلية ليست أقل شأنا مما كانت عليه العقد الخارجية. آخر سؤال أستاذ توفيق شومان، لا منلاحظ لأنه في علماء جيولوجيا ونفط بيقولوا اليمن هو قاعد على خزان هو الثاني بالعالم. بيرجع عندك السودان، في عندك كل شيء، في أنواع معادن حتى الذهب والألماز والبترول، وهلأ في عندك لبنان يقدر حتى بعد ما حفروا يمكن بأيلول بتشرين بعد سنة على الاتفاق البحري، كمان في تريليونات. منلاحظ أنه المشاكل اللي عم بتصير والتي تفتعل أو لا تفتعل عم بتصير بأغنى بلدان العالم من الناحية الجيولوجية. حتى إذا اعتبرنا يعني وفق نظرية المؤامرة، نعم. إذا يعني سلمنا بهذه النظرية، بس كمان إنه لابد أن نرى أيضا التعقيدات الداخلية. يعني ما يحصل في السودان هو استمرار لفشل الحكم الوطني منذ استقلال السودان في العام 1956. باليمن أيضا نفس الشيء، وبلبنان يعني كمان إنه صحيح إنه الخارج يتربص يعني بأزماتك، ولكن في ناس ويحاول الاستثمار بجراحك، بس بالأخير إنه نحن الذي نفتح الجرح لكي يستثمر الخارج. فإذا المشكلة الأساسية تقع على الداخل. بالسودان الذي حدث بكل يعني بكل بساطة وبكل إيجاز إنه في جيشين، قوة الدعم السريع اللي هي كانت الجنجويد الذي أنشأها الرئيس عمر البشير في العام 2002 و2003 لمواجهة التمردات المسلحة في دارفور، تحولت إلى قوة أمر واقع. وهنا بنيجي للذهب، أن القوات الدعم السريع تسيطر على جبال بدارفور، يعني تقريبا جبال من الذهب، من الذهب واليورانيوم، وبالتالي 40% من صادرات الذهب في منطقة دارفور هو يستلمها يعني حماتي قائد قوات الدعم السريع وكفور. بس نعم. بس شو السر انه هالمرة استهدفت كفور، قوات كفور بالمنطقة؟ يعني انا هي المنظمات الدولية، الامم المتحدة، السفارة الاردنية، نعم. السفارة السعودية، السفارة المصرية، كله يستهدف. انا برأيي انه عمليات الاستهداف كلها ناتجة لتقسيمه، هذا وارد. نعم. وارد، لأن الورقة الأخيرة التي يمكن أن يلعبها أو أن تلعبها قوات الدعم السريع الانسحاب من المناطق خارج دارفور والتمتروس داخل دارفور. نعم. هون بدي شير، يعني عم نحكي عن دارفور، عم نحكي عن مساحة 500، نعم، هي بدها حلقات 500 يعني. ألف كيلومتر بس. نعم. للإشارة يعني بما له، نعم، علاقة أنه بسؤالك الأساسي، لا، أنه بدون شك يعني أنه الحكم القائم بالسودان الآن يعني برهان، يعني عم بيحكي انه الجيش، نعم، بصورة عامة. السودانيين بينظروا للمؤسسة العسكرية بانه هي المؤسسة الوطنية العامة، بينما بينظر غالبية السودانيين الى قوات الدعم السريع بانه هي قوة ميليشيا، وبالتالي يجب ان يكون قرارها تحت سلطة الجيش. فمن هون بتصور انه على المستوى البعيد بصرف النظر عن قوة الدعم السريع تبقى قوة قائمة على عصبية قبلية وجهوية، بينما قوة الجيش قائمة على عصبية وطنية سودانية. نعم. يعني لبنان بهالمسار 180 سنة اللي مرقوا بالمنطقة بيّن أنه الديمقراطية هي أحد دعائم تطوير البلاد. طبعا. مثلا بيجيك رئيس بيقعد ما بعرف قديه، بيجيك ما بعرف قديه. صحيح. هلأ باستثناء لبنان كان في شكليا، مش شكليا، كان عندنا انه اوكي ديمقراطيه ناقصه او ديمقراطيه منقوصه، بس بالاخير انه مسؤوليه القوى السياسيه تطوير هذا هذه الآلية. نعم. مش الراجع، مش الراجع على ورا، مش نقتلها ونرجع فيها لورا. لا بالعكس، كان عندنا لازم نطورها مش نرجع. كان في دولتين بالشرق الاوسط دون غيرهما، لبنان ومصر فيها، وحتى نعم. طبعا حتى السيستم القضائي بمصر، نعم، العريق مثل كان هون، مؤسسات مهم نطورها مش نرجع لورا. مؤسسات دولة فقط في لبنان ومصر كانت. استاذ توفيق شومان، نحن نشكرك من تلفزيون لبنان، واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، نشكركم والى اللقاء.